يا شيخ السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا أصلي بالناس في مسجد وقد أتأخر بعد صلاة الفجر بالرجوع إلى المنزل حتى أوقظ أخواني يعني. فإذا رجعت بعد شروق الشمس هل أوقظهم مباشرة أو أتركهم حتى يستيقظوا؟ لا لا الخرج. أولا تقدم في الخروج من المسجد. نعم هذا أحسن. تقدمك في الخروج من المسجد أفضل من كونك تبقى إلى أن تطلع الشمس في المسجد. اخرج ايقظ هؤلاء. لكن قد يضطر يعني قد يأتي اشخاص وكذا ويسمعهم يعني. ولو اتاك اشخاص لان بقاءك لهؤلاء الاشخاص سنه وكونك توقظ من انت مسؤول عنهم واجب. نعم.